سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال المادلين. كما كتشوفونا وجدت المقادير اللي غادي نحتاج. عندي هنا جوج كيسان ونص ديال الطحين ديال الحلويات، وعندي هنا الكاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، وعندي هنا ثلاثه ديال البيضات، قشور ديال الحامض، ومعلقه صغيره ديال الملحه، وعندي هنا واحد الخميره ديال لافاني، وحده ديال الحلوه. كما كتشوفوا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في المادلين ديالنا. خليكم معايا، تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه. هنا البنات حطيت ثلاثه البيضات ديالنا، وغادي نخلطهم مزيان كما كتشوفوا معايا. من بعد ما كنخلط البيض ديالنا مزيان، عاد ديك الساعه نبدا نزيد في المقادير اللي شفتو معايا. غادي نبدا نزيدهم شويه بشويه، وفي نفس الوقت كنخلط. ها انتم تشوفوا الطريقه. من بعد ما خلطت المقادير ديالنا كاملين مزيان مع بعضياتهم كما كتشوفوا، دابا وجدت هنا هاد ليمون الصغار هادو باش ندير فيهم المادلين ديالنا كما كتشوفوا. من بعد غادي ناخد واحد الشوكولاته هكا، دوك الحبيبات الصغار غادي نديرهم ليهم في الاخير، وخليكم معايا.
هما لي مادلين ديالنا وجدو كيما كتشوفوا معايا عرفتوا جا ولدات بزاف بزاف ما نعاودش ليكم. جربوا هاد الطريقه راه ساهله وبسيطه وما كتاخذش بزاف ديال الوقت باش توجدوهم كيما كتشوفوا معايا. وما تنساوش تخليوا لي راكم في التعليق واش يجي من لا فيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم. الناس اللي دخلوا جداد ما تنساوش ديروا لي شي جيم واش اشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو. بسلام عليكم.